لما يكون ضيفك الأستاذ يسري نصر الله يعني تسأل اللي انت عايزه. ليه يوسف شاهين ما كانش بيحب أفلامك؟ المدينة هو أكتر فيلم بيكرهه. طب نجح جماهيريا الفيلم ده؟ ما مشيش لأن الناس ما فهمتوش. الهجوم على الفيلم أزعجك؟ يعني ما أقدرش أقول إنه بسطني. في داخل يسري نصر الله غضب من أستاذه يوسف شاهين؟ يعني نقدر نقول إن هو ضرك؟ الأسبوع الجاي عايزين نصور، ما أقدرش أعمل ده، ما أعرفش أعمل ده. أفلام يسري نصر الله مجسم. فرجتيهوني ليه؟ محرج خالص، مش محرج. ولو الرقابة بتمنع اللي انت عايزه هتعمل ايه؟ قاعد على قلبه. ايه رأي حضرتك في افلام خالد يوسف؟ لا مش هقول. انا غير مهيئ للزواج والانجاب. عملت حاجة اسمها سرقات صيفية، حطيت فيها كل الفلوس اللي عندي. كتبت وقلت ليه اريحك لما ممكن اقرفك. ليه كله مرتبط بالقهر؟ اتهمت بالتطبيع. فانت عايشة حالة نفاق. طب انت مش شايف ان المجتمع اتغير دلوقتي؟ نظرته مش اتغير، في ناس غيرته. زي ناس كتير. انت عايزة توديني في داهية. انا وانا مع سمر يسري في الاوقات التالية على On E.